قبل ما اروح للكابتن خالد فضل خلينا نروح تاني لمقر النادي الاهلي بالجزيره وزميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي محمد توفيق ولقاء هام جدا مع دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. اهلا بك يا امير، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام استاذ عصام شلتوت وكابتن خالد فضل. يعني الدقائق معدوده ان شاء الله ويتم ازاحه الستار عن صرح رياضي جديد داخل النادي الاهلي وسلة الكاراتيه بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن هيكون موجود كابتن محمود الخطيب على راس اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، يرافقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. ودلوقتي معانا في اللحظات دي دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، كلمنا اكتر عن صاله الكاراتيه النهارده والاضافه اللي هتقدمها للنادي الاهلي. يعني يا دكتور برحب بحضرتك في البدايه، يعني النهارده افتتاح صرح قبل التسجيل حضرتك قلت لي من زمان واحنا مستنيين صاله كاراتيه بالمستوى ده في النادي الاهلي، يعني كلمنا النهارده عن الصاله وعن الاضافه اللي يعني بتضيفها لجهاز الكاراتيه في النادي الاهلي. الحقيقه في جيل كامل بيستنى هذه الصاله، لان الكاراتيه ابتدى في النادي الاهلي سنه 72 وما كانش ليهم ملعب مخصص، وقعدوا فتره طويله جدا يحاولوا يعملوا فرق لحد ما ربنا اراد وبدا النادي الاهلي يتصدر مسابقات المحليه ثم يحتل نسبه كبيره من المنتخبات القوميه ثم النتائج العالميه، لدرجه ان اسم النادي الاهلي النهارده في لعبه الكاراتيه اصبح من اكبر الاسماء في الانديه العالميه. الصالة دي احنا في انتظارها من 20 سنة وهي النهاردة تتويج لجهد كبير جدا لمجالس ادارات كتيرة جدا ولاجيال من لاعبي كاراتيه بالنادي الاهلي واجهزتهم، والحقيقة ده جهد مشكور وما زال في تطوير اخر جاي للنادي الاهلي في لعبة الكاراتيه، ان موجود على رسومات الشيخ زايد ان شاء الله صالة للكاراتيه مخصصة ليه مجهزة بتجهيزات عالية جدا نتيجة ان هناك المساحة متاحة كبيرة، مساحة النادي الاهلي في الجزيرة مساحة صغيرة، وان احنا نحصل على ترخيص لهذه الصالة كان مسألة من اصعب المسائل وده سبب تأخيرها. الصالة دي هتخلي ولاد الجزيرة يقدروا يزودوا عدد ساعات التدريب، لان احنا كنا وصلنا ان الجزيرة مش قادرين يتمرنوا فعلا، مفيش مكان وكنا بنضطر نوديهم مدينة نصر يتمرنوا هناك، فده هيلبي احتياجات كتير من اللاعبين، هيريح كتير من اعضاء النادي لان لعبه الكاراتيه كل اولادها من اعضاء النادي. ان شاء الله بنوعد باستمرار النجاح، لان الحمد لله احنا عاملين نتائج على كل المستويات هايله جدا، والوعد بعد الصاله دي انها تستمر وتزيد لو امكن، مش عارف تزيد ازاي بس هنحاول يعني. دكتور مراد انا بشكر حضرتك ونتمنى لكم دوام التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. الله يخليك، انا متشكر جدا، وتحياتي لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، تحياتي لمعالي وزير الشباب والرياضه ابن لعبه الكاراتيه دكتور اشرف صبحي من ابناء لعبه الكاراتيه، وده شيء جميل بالنسبه لنا ان حد من اولاد اللعبه يتبوأ منصب الشباب والرياضه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا امير، مكملين معاك على الهواء، دقائق معدوده وهيتم يعني فعاليات الحفل. يمكن فعاليات الحفل هتبتدي ان شاء الله من الساعه 5:30 استقبال الضيوف بصاله راتب هنا في الجزيره، الساعه 6 هيتم قص شريط وافتتاح الصاله رسميا، بعد كده هتبدا الفعاليات بتلاوه القران الكريم الساعه 6:10 كلمه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، يليها كلمه معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ثم بعض الفقرات والعروض الرياضيه من اعضاء لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، ثم صور تذكاريه وختام بعد كده، ومكملين ان شاء الله معاكم في التغطيه الحصريه على قناه النادي الاهلي. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. طبعا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي وقال